تنديدا بتردي الخدمات. وقفة احتجاجية سلمية لسكان منطقتي رسب والعطوف في حضرموت. ترحيب حكومي بإغلاق يوتيوب 18 قناة لميليشيات حوثية كانت تبث خطابات العنف والكراهية. تحذيرات أممية ودولية من تغيرات المناخ وتأثيره على الوضع الإنساني المعيشي والصحي في اليمن. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية من قناة الغد المشرق. أكد قائد حزام دلتا أبيان العميد عبد اللطيف السيد أن جهات مأجورة تتبع حزب الإصلاح الإخواني تحاول تشويه صورة الحزب الأمني في أبيان. ونفى السيد للغد المشرق ما تناقله عدد من نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي من اتهام جائر حول وفاة أحد المواطنين جراء تعذيبه في مدينة جعار، وأنه لم يكن محتجزا لدى الحزام الأمني خلال الأيام الماضية. هذا الذي يقف وراء هذا العلام المأجور هي ميليشيات الإخوان الإرهابية التي تستهدف قوات المجلس الانتقالي، وكل الشائعات التي تدور اليوم حول ما القضايا الإجرامية التي تلطفها على المجلس الانتقالي هي مأجورة وتتبع حزب الإصلاح الأخواني الإرهابي. طبعا نحن نتعامل بالواقع وبالحقيقة، نحن نمثل النظام والقانون وعملنا كله عمل قانوني ومشترك مع النيابة في القضاء، والاستهداف لقواتنا هو تعطيل عملنا الذي والجهود الذي نقوم بها في استتباب الأمن والاستقرار المحافظات. قتل مسلحون يتبعون للقوات الحكومية في تعز امرأة أمام طفليها في عزلة النويهة بريف تعز الغربي. وقال مصدر محلي إن المواطنة ميثاق محمد قتلت أمام طفليها عندما كانت تعد وجبة الإفطار لهما على يد جنات ينتمون إلى أسرتها ويحتمون بقيادات عسكرية في المحافظة ترفض تسليمهم. وأصدرت نيابة وشرطة المعافر تصريحا بدفن الضحية من دون استكمال الإجراءات القانونية، الأمر الذي دفع عددا من المواطنين إلى الاحتجاج على ذلك مطالبين تقديم الجنة للعدالة. فند المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن منصور المنصور عددا من الادعاءات التي تقدمت بها جهات أممية ومنظمات عالمية حيال أخطاء ارتكبتها قوات التحالف خلال عملياتها العسكرية في الداخل اليمني. ونفى المنصور مزاعم استهداف قوات التحالف العربي مقر سكن الأمم المتحدة للإيواء، مؤكدا أن الغارة التي وقعت في مارس 2022 غرب صنعاء استهدفت هدفا عسكريا مشروعا، مع اتخاذ التحالف الاحتياطات كافة لتجنب إيقاع خسائر أو أضرار بصورة عارضة في صفوف المدنيين والأعيان المدنية. ناقش وزير الدفاع محسن الداعري ومحافظ حضرموت مبخوت بن ماضي مستجدات الوضع الأمني بالمحافظة والصعوبات الواجب تذليلها لتعزيز المنظومة الأمنية. وأكد وزير الدفاع بأن الاجتماع عقد بتوجيهات من رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد العليمي. اطلع وزير الدفاع على الوحدات العسكرية بحضرموت، كما أشاد بتنظيم مهرجان البلدة السياحي وما رافقه من أجواء آمنة ومجالات الرحبة للاستثمار لجميع أبناء الوطن. عقدت قيادة الهبة الحضرمية الثانية وتنفيذية لقاء حضرموت العام في نقطة الردود الاجتماع التصعيدي الشعبي الأول تنديدا بالفساد والتلاعب بالإيرادات المالية للمحافظة. وأقر الاجتماع تعزيز النقاط الشعبية للهبة الحضرمية في منطقتي الردود ورسب وأدان التحرك العسكرية لقوات المنطقة العسكرية الأولى على مداخل ومخارج وادي حضرموت، كما أشاد الاجتماع بالدور الإيجابي والبطولي لقوات النخبة الحضرمية. احتشد المئات من أهالي منطقتي رسب والعطوف بمديرية ساه
في وقفة احتجاجية سلمية نظمها الأهالي للمطالبة بتوفير الخدمات الضرورية والأساسية لهم من خدمة الكهرباء والماء الصالح للشرب وغيرها من حقوقهم المشروعة، وكذلك معالجة المخلفات الناتجة عن الشركات النفطية المسببة للتلوث البيئي. منطقتا رسب والعطوف من مناطق الإنتاج النفطي التي تحيط بهما شركات التنقيب والإنتاج من كل جانب، اشتدت بهم المعاناة إلى وضع لا يطاق. الأهالي هنا في مسيلة حضرموت احتشدوا للتعبير عن استيائهم الشديد لتدهور الأوضاع المعيشية وافتقارهم لأبسط الحقوق والخدمات الأساسية. حيث نعاني منذ عام 1991 لم تشهد هذه المنطقة أي من مكونات الحياة الأساسية، مثل التعليم، مثل الكهرباء، مثل المياه الشرب، مثل حاجات واجدة كثيرة نعاني منها، ونقد طالبنا عدة مرات ولكم لم يستجيبوا لنا. المحتجون رفعوا لافتات ورددوا شعارات معبرة عن مطالبهم تجاه ما تتعرض له مناطقهم بما وصفوه بالظلم والإجحاف والتهميش، وطالبوا بحقوقهم المشروعة من توفير الخدمات الضرورية والأساسية كالكهرباء والماء الصالح للشرب. اليوم احتج مئات المواطنون لأجل مطالبة بحقوقهم الشرعية، وهي أبسط الأشياء، من بتروميسيلا الذي عانت فساد في الأرض ولم تعطي المواطن حقه. نحن الآن نعاني من أمراض كثيرة ومن كهرباء ضعيفة ومن أشياء كثيرة، نطلب إن شاء الله أن تستجيب السلطة المحلية لحقوقنا الذي سلبت منا بدون إرادتنا. يعاني أبناء هذه المناطق من انتشار الكثير من الأمراض والأوبئة، ومن أهمها السرطان والفشل الكلوي وغيرها من الأمراض. خرجنا اليوم معبرين سلميا عن مطالبنا في مناشدة الجهات ذات العلاقة، ونطالب السلطة المحلية بالضغط على شركة بتروميسيلا لتنفيذ هذه المطالب. المحتجون طالبوا السلطات المحلية بالضغط على الشركات لمعالجة مخلفاتها النفطية وتلبية المطالب، كون خيراتهم تدعم ميزانية الدولة بمئات المليارات من الدولارات، ما لم سيعلنوا خطوات تصعيدية أخرى. محمد بحفين، الغد المشرق، من هضبة مسيلة حضرموت. أغلقت شركة يوتيوب 18 قناة تابعة لميليشيات الحوثي كانت تبث خطابات العنف والكراهية، هذا ورحبت وزارة الإعلام بتجاوب أكبر لمنصات التواصل الاجتماعي العالمية مع الحكومة اليمنية. نشر خطابات الكراهية والتحريض على العنف نهج سلكته الميليشيات الحوثية منذ سيطرتها على وسائل الإعلام وفتح منصات خاصة بها لنشر أفكارها الإرهابية، وذلك ضمن أجنداتها الطائفية التي أدت إلى مزيد من الانقسامات داخل المجتمع اليمني. وبينما تسعى منصات التواصل الاجتماعي الدولية في محاربة هذه الأفكار الإرهابية، قامت شركة يوتيوب بإغلاق 18 قناة تابعة لميليشيات الحوثي على الموقع الإلكتروني الذي يسمح لمستخدميه برفع التسجيلات المرئية ومشاركتها عبر الإنترنت. وذكرت وكالة سبأ الحوثية أن ما يسمى الإعلام الحربي التابع للميليشيات أدان إقدام إدارة شركة يوتيوب على إغلاق 18 قناة من قنواته، وأشارت إلى أن عدد المشتركين بالقنوات المغلقة أكثر من 500,000، كما تحتوي القنوات المغلقة على أكثر من 7,000 فيديو كان قد بلغ عدد المشاهدات لها أكثر من 90 مليون مشاهدة. بدورها رحبت وزارة الإعلام اليمنية قيام كبريات منصات التواصل الاجتماعي العالمية على شبكة الإنترنت بالتجاوب مع الحكومة اليمنية وإغلاق عدد من الصفحات التابعة لميليشيات الحوثي والمتورطة في أنشطة إرهابية تزعزع أمن واستقرار اليمن والمنطقة. وجددت الوزارة مطالبتها لكافة المنصات الدولية والأقمار الصناعية بحظر القنوات التلفزيونية والمواقع الإلكترونية والصفحات التابعة لميليشيات الحوثي المدرجة في اليمن وعدد من الدول بقوائم الإرهاب. استمع رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد العليمي من رئيس ونواب هيئة التشاور والمصالحة إلى شرح عن عمل الهيئة خلال الفترة الماضية وخططها المحلية والخارجية،
وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بجهود هيئة التشاور والمصالحة ودورها المساند للمجلس، مؤكدا الحرص على تعزيز حضورها الفاعل في تقريب وجهات النظر وتجسير الثقة بين كافة المكونات الوطنية. جاء ذلك خلال اجتماع العليم مع رئيس ونواب هيئة التشاور والمصالحة في الرياض، تم بحث مختلف التطورات والمستجدات خاصة فيما يتعلق بالعملية السياسية. أكدت الأمانة العامة للمجلس العام لأبناء محافظتي المهرة وسقطرة تمسكها بمواثيق وأهداف الملتقى العام المنعقد في 10 يوليو للعام 2012، وأكد الاجتماع أن المجلس العام بقيادة السلطان عبد الله بن عيسى العفرار ماض بخطى ثابتة ويعمل على مختلف الأصعدة لتحقيق تطلعات الشعب المهري والسقطري وتمكينهم من إدارة شؤونهم ووضع حد لما تعانيه يعانيه أبناء المحافظتين من تهميش وظلم طيلة العقود الماضية. تتوالى التحذيرات الأممية والدولية من خطورة التقلبات المناخية على الوضع الإنساني المعيشي والصحي في اليمن نتيجة ارتفاع درجات الحرارة والفيضانات، مما يساهم في انتشار الأمراض والأوبئة ما لم تكن هناك احترازات تمنع وتحد من أخطر التقلبات الطقسية. أدى تغير المناخ في السنوات الأخيرة إلى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة وتقلبات شديدة في مواعيد الأمطار، وكذلك هطول الأمطار الغزيرة والفيضانات. وتوالت التحذيرات الدولية من خطورة الظواهر والتقلبات المناخية الخطيرة على الوضع الإنساني والمعيشي في اليمن في وقت يعاني فيه السكان من أضرار كبيرة خلفتها الفيضانات خلال الأشهر الماضية وانتشار أمراض الحميات والأوبئة. وحددت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو محافظات ذمار وإب والضالع ولحج وتعز كمناطق يتوقع أن تشهد فيضانات بفعل احتمالية هطول أمطار غزيرة عليها، وقدرت أعداد الذين سيتأثرون بهذه الفيضانات ب 1500 شخص داعية إلى اليقظة والحذر، إذ جاءت الحديدة في أعلى ترتيب المحافظات الأكثر تضررا من الفيضانات، حيث تضررت 27,700 أسرة، وحلت محافظة عدن في المرتبة الثانية في عدد الأسر المتضررة ب 12,300 أسرة، ثم محافظة إب في المرتبة الثالثة بعدد 1,600 أسرة، بينما تضررت 1,500 أسرة في صنعاء و 1,200 أسرة في محافظة صعدة. وحذر مختصون من عجز القطاع الصحي في اليمن عن مواجهة الحالات الصحية التي تستقبلها منشآته خلال مواسم الأمطار في وقت لا تولي فيه الجهات الدولية التي تقدم المعونات الطبية لليمن الحميات التي تنتشر في مواسم الأمطار الاهتمام الكافي. هذه التقلبات الطقسية وغير المعتادة ما هي إلا بداية بسيطة لتأثيرات التغير المناخي التي تزداد خطرا مع الوقت، كما حدث في عام 2015 من أعاصير أبرزها إعصار تشابالا، إذ يتوقع العلماء أنها ستهدد مواسم الزراعة والأمن الغذائي والمائي في اليمن الذي يعيش منذ سنوات أسوأ أزمة إنسانية في العالم. النشرة مستمرة وتتابعون فيها بعد فاصل قصير. اختتام أعمال الملتقى السنوي للجان المجتمعية بعدن. أهلا بكم من جديد. أقامت الإدارة العامة للجان المجتمعية في العاصمة عدن الملتقى السنوية لمناقشة التحديات والدروس المستفادة ضمن مشروع إرادة تعزيز دور المرأة في خفض التوترات وحل النزاعات. برعاية وزير الدولة محافظ عدن أحمد حامد لملس، أقامت الإدارة العامة للجان المجتمعية في العاصمة المؤقتة عدن الملتقى السنوي للجان المجتمعية لمناقشة التحديات والدروس المستفادة، وذلك ضمن مشروع إرادة تعزيز دور المرأة في خفض التوترات وحل النزاعات في محافظة عدن. الملتقى السنوي للجان المجتمعية التحديات والدروس المستفادة الذي ينفذ لمدة يومي الأحد والاثنين 16 و17 يوليو يأتي كمخرج لمشروع إرادة تعزيز مشاركة المرأة في خفض التوترات وحل النزاعات الذي نفذ في 4 مديريات دار سعد الشيخ عثمان والمرصورة وخور مكسر،
اليوم ختام لفعالية الملتقى السنوي الذي يتم استعراض فيه كافة التحديات التي واجهت اللجان المجتمعية منذ التأسيس في عام 2021 بقرار محافظ محافظة عدن رقم 70. الملتقى استمر ليومين نوقشت خلالهما عدة أوراق تناولت الصعوبات والتحديات وتعزيز الشراكة مع الجهات الأمنية، كما أقيمت عدد من الفقرات الهادفة جميعها إلى التعريف باللجان وتعزيز دورها في المجتمع. اليوم نحن نختتم فعاليتنا الملتقى السنوي للجان المجتمعية، كان أمس معنا ورشة عمل تناولت عدة أوراق أهمها السلم الأهلي، والغرض من السلم الأهلي هو أننا كيف توعية اللجان المجتمعية في الأحياء لغرض الحفاظ على النسيج الاجتماعي، فض النزاعات بين المواطنين والحفاظ على النسيج الاجتماعي بين المواطنين. أخرى مرضى يعني ورقة أخرى ناقشت على موضوع الإعلام، يعني نحن نطالب الإعلام كل وسائله إن لا يغيب اللجان المجتمعية. يعني هذا الملتقى السنوي يعني يعرفك باللجان المجتمعية وبالعلاقة مع الشرطة، بالعلاقة مع السلطات القضائية، بالعلاقة مع المجتمع المدني عامة، ولا يكون الأمن مستتب إلا باللجان والأمن والشرطة وكل القوى الخاصة في مجتمعنا. اللجان المجتمعية وخلال الفترة السابقة قامت بجهود كبيرة من أجل فض النزاعات وتسوية الخلافات وحل الإشكالات بين الخصوم لتساهم بدور كبير في هذا الجانب ومخففة الضغط على المحاكم وأقسام الشرط. صالح حنش، الغد المشرق، عدن. نهاية النشرة، وهذا تذكير للعلوي. تنديدا بتردي الخدمات، وقفة احتجاجية سلبية لسكان منطقة رسب والعطوفة في حضرموت. ترحيب حكومي بإغلاق يوتيوب 18 قناة للمشاهد الحوثية كانت تبث خطابات العنف والكراهية. وتحذيرات أممية ودولية من تغيرات المناخ وتأثيره على الوضع الإنساني المعيشي والصحي في اليمن.